أبناء طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة البيولوجي. ما زلنا في يونت 1 Structure and Function in Living Organisms، وفي شابتر 1 Support and Movement in Living Organisms، وأخذنا Lesson Support in Human، أخذنا منه الـ Appendicular Skeleton، قبل كده كنا أخذنا الـ Axial Skeleton، أخذنا بعدها الـ Appendicular Skeleton أول Part اللي كان عبارة عن الـ Pectoral Girdle وكمان الابر لمس. النهارده بناخد نهايه السبورت ان هيومن، البلفيك جيردل اند ذا لور لام، ذا بلفيك جيردل اند ذا لور لام. اوكي، تعالوا بينا نشوف مع بعض. كنا اخذنا الصوره دي قبل كده، عباره عن الهول سكيلتون. بيتكون من ايه الهول سكيلتون؟ هيومن سكيلتال سيستم بيتكون من تو مين سيستم، اكسيال وابنديكولار. بتساوي الاكسيال على الاكسس يعني سكال، وفيرتبرال كولوم، وكمان ثوراثيك كيج. ثوراثيك كيج، اوكي. طب الابنديكولار بيتكون من بكتيريال جردل تمام كده، وابر لمس، وبلفيك جردل في وسطنا، ولور لمس، ولور ايه؟ لمس. طيب النهارده هناخد ايه؟ هناخد الجزء ده بس. ده نهايه التوبيك الخاص بالهيومن سكيلتون او الهيومن سكيلتون سيستم. تعالوا بينا نشوف الجزء اللي هو كلر بارت باللون البلو ده، هو الابنديكولار. المره اللي فاتت في الفيديو السابق اخذنا الابر لمس تمام كده، والبكتوريال جيردل. خلص النهارده هناخد المنطقه دي كلها. اوكي، ده اللي هو عباره عن بيرفكت جيردل وكمان اللور لمس. تعالوا بينا نشوف مع بعض. يا ترى الابندكولار سكيلتون بالنسبه لنا، هناخد النهارده البيرفكت جيردل اللي هم تو بونز دول تمام كده، مع اللور لمب هنا واللور لمب هنا، ليفت والرايت. طيب عدد البونز كام؟ هناخدها في السلايدز الجايه، مش مهم في السلايد. تعالوا بينا نشوف مع بعض البلفيك جردل. البلفيك جردل بيكون من ايه؟ في انيميشن جميل عجبني. الانيميشن ده انا هجيبه من قدام كده بالمنظر ده ونقف الصوره. بصوا يا شباب معايا، هنا هو عباره عن ايه المنطقه دي؟ اوكي، عباره عن ايه؟ عباره عن تو بونز اللي هما باللون الريد. باللون ايه؟ الريد. كل واحده فيهم اسمها ايليوم. اسمها ايه؟ ايليوم وايليوم. واضح مالهاش شكل محدد، يعني irregular in shape. يبقى بتتكون من تو بونز، تو هابز. الجردل ده بيكون من تو هابز، التو هابز دول عباره عن تو irregular بونز. اسمهم ايه؟ ايليوم، اي ال اي يو ام، غير الجزء اللي اسمه ايليوم اللي خدناه في digestive system زمان السنه اللي فاتت، اي ال اي اي يو ام تمام كده؟ هنا ايليوم، اي ال اي يو ام تمام كده؟ ايليوم. طيب الايليوم ده ماله؟ الايليوم ده عباره عن تو irregular بونز، تو irregular اي بونز. واضح انهم لارج، اوكي، بيج ان سايز، لكنهم irregular. طيب يتوسطهم مين؟ نهايات الفيرتبرال كولوم. الفيرتبرال كولوم بالاخص الحته اللي هي فيوزد بارت والفيوزد بارت الاخر. الفيوز بارت اللي هو بيسموه كان ساكرم او ساكرال ريجنز او ساكرال فيرتبري، اللي عددهم 5 فيوز، كانوا ليهم مكان بيعملوا ارتكوليشن مع تو ايليوم ليفت ورايت. طيب وبعد كده المنطقه اللي هي لوز، اللي هي مش شابكه في حاجه، هي عباره عن، طبعا مش باينه في الانيميشن تبان اكتر، اللي هو الجزء الخالص الاخير خالص اللي هو الكوكسيكس. الكوكسيكس ده عبارة عن الجزء الأخير. طيب لو بصينا كده مع بعض ولقينا ادي تو إليوم وادي الجزء بتاع الساكرام. تعالوا بينا ناخد البلفيك جردل. البلفيك جردل بيكون من ايه؟ واضح في الانيميشن. تعالوا بينا هثبت الانيميشن انتيريورلي، نشوف الدنيا فيها ايه كده. انتيريورلي اهي، حلو قوي. الجزء ده انتيريورلي، يعني ايه انتيريورلي؟ يعني فيس تو فيس، انا شايف الشخص اللي قدامي، انا اللي شايفه وانتوا اللي شايفينه. ده كده بالنسبه له هو ده الانتيريور بارت من his or her body، ده الانتيريور.
يعني كده. طيب دي منطقة ايه؟ منطقة البلفيك جيردل. البلفيك جيردل بالعربي بيسموها منطقة الحوض. ايه منطقة الحوض دي؟ يعني بتتكون من ايه؟ بتتكون من تو هافز. تو هافز، ادي هاف اهو اللي هي الريد والحتة الجراي، وادي ريد وادي حتة جراي. تو هافز، التو هافز دول في بون فيهم بوستيريورلي اللي هي الاليوم والاليوم اللي هو لونهم ريد، اليوم واليوم بوستيريورلي يعني ات باك في وسطنا بس من ورا، يبقى اسمهم اليوم، اي ال اي يو ام، اليوم. طيب وبيمتد منهم امتداد للقدام يعني اكستنشن او بروسيس، تمثل حاجه اسمها بيوبيك بون. المنطقه دي اسمها بيوبيك بون والمنطقه دي بيوبيك بون. يبقى البيوبيك بون او البيوبس تمام كده، دول تو اكستنشنز من الاليوم والاليوم تمام كده. طيب ده انتيريورلي يعني من قدام. طب من الخلف شايفين الكيرفتشر ده، بتمثل الهب بون. الهب بون اسمها ايزيكيام. اسمها ايه؟ ايزيكيام. يبقى ايزيكيام بوستيريورلي وانتيريورلي بيوبيك صح كده. والاريجولار الكبار اللي هم لونهم ريد دول اسمهم ايه؟ دول اسمهم اليام، اسمهم اليام. طيب تعالوا بينا نشوف الانيميشن. واضح كده خلصنا منطقه البلفيك، لكن في هنا البون دي، البون دي اسمها فيمر، تمثل البون بتاعت الثاي، تمثل البون بتاعت الفخذ الثاي. الهيد بتاعت الثاي، الهيد بتاعت الفيمر اسمها باللاتين فيمر بون، ليها هيد. الهيد دي ارتكوليت مع ديبريشن. مين صنع الديبريشن ده؟ مين صنع الكيف ده؟ مين صنع الجوينت او الديبريشن ده؟ اللي صنعه الاليوم باتصاله مع الايسيكيوم. الاليوم والايسيكيوم ومعاهم بالاشتراك مع البيوبيك بون صنعوا كده كيرفيتشر لجوه ديب. ده عباره عن حاجه اسمها اسيتيبيولام. الستيبولام عبارة عن كافيتي. الستيبولام ده كافيتي، والكافيتي ده الهيدز، الهيد اوف فيمر ريست اون. ريست ايه؟ اون. اون ايه؟ اون الستيبولام كافيتي. الستيبولام كافيتي. يبقى ايه هو الستيبولام؟ عبارة عن كافيتي، عبارة عن ديبريشن وير هيد اوف فيمر ارتكوليتس. ارتكوليتس مع مين؟ مع الستيبولام كافيتي. مين صنع الستيبولام كافيتي؟ الإيليام والإيسيكيام بلس البيوبيس أنتيريور. طيب تعالوا بينا نشوف الأنيميشن هل بيعبر عن الكلام ده ولا لا. هذه الهيد أهي، واضحين؟ بول برضو، بول وسوكت، بول وسوكت. بتفكرنا بكتفنا برضو، بول وسوكت جوينت. شايفين الجوينت عاملة إزاي؟ الهيد أوف فيمر أرتيكوليت مع ديبريشن اسمه أستيبيولام، أسيتيبيولام. طيب تعالوا بينا نشوف ايه كمان. ادي الباك، البون دي اسمها ايه؟ السيكيم. هجيب برضو منطقه الباك ونشوفها مع بعض. لما يلف شوي ادي الاليوم، التو ريد بونز. حلو قوي. ادي المنطقه دي والمنطقه دي، الحته دي كيرفيتشر ده والكيرفيتشر ده. اد باك اسمها هيب بون، واسمها باللاتين طبعا ايزيكيام، ايزيكيام بون. يبقى هنا ايزيكيام وايزيكيام تمام كده. طيب من قدام بقى احنا شفناها كان اسمها بيوبس وبيوبس. طيب مكان تلاقي البيوبس والبيوبس اسمه بيوبيك سينفيسس، بيوبيك سينفيسس. طيب بص يا اولاد، مكان التلاقي هنا لما يتقابلوا مع بعض، ودي انكومبليت يعني مش فيوزد، في جاب ما بينهم، اسمه بيوبيك سينثيسيس، بيوبيك سينثيسيس. كده منطقه ايه؟ الجيردل خلصت، ومكان الهيد بتاع الفيمر عرفناه اسمه استيبيولام كافيتي تمام كده. تعالوا بينا نشوف منظر اخر. ادي المنظر اهو، شايفين الكافيتي لونها ريد، ودي الهيد شبكه فيها. انيميشن هو هو لكن مع اختلاف الديزاين بس. الهيد بين الاستيبيولام بلون ريد، والهيد اوف فيمر بلون جراي، وشبكه جوه ليها مكان ثابت السيبيولام. طيب نكمل كده مع بعض نشوف كده ايه كمان. نشوف هنا هوت الاستيبيولام اند هيد اوف فيمر شابكين في المكان ده. وادي منظر تاني دروينج مش انيميشن. ادي الاليوم ريجولار بون زي ما اتفقنا، ولارج
بوم اد باك بوستيريورلي لاي بوستيريورلي في الخلف الظهرين من ورا مش في الظهر فوق تحت يعني منطقه البلفي ده قدام ادي البون اللي اسمها بيوبيك بون بيوبيك بون والحته دي شبكه كارتليج لكنها مش فيوز بون مع بون لا فبيسموا المنطقه دي بيوبيك ايه سيمفيسس الحته دي اسمها بيوبيك سيمفيسس طيب هنا في سوكت السوكت ده متغطي سموثلي بكارتليج لاير كارتليج لاير عشان تبقى سموث والهيد اوف فيمر الهيد اوف فيمر برضو هي كمان متغطيه بايه متغطيه بكارتليج متغطيه بكارتليج تمام كده يبقى الاستيبولم متبطن من جوه الكارتليج والهيد اوف فيمر برضو متغطيه بايه بكارتليج الاثنين ايزلي ارتكوليت وايزلي ريفولف وطبعا نوع السوكت ده او نوع الجوينت ده اسمه بول اند سوكت اي جوينت. طيب يا ترى الهيد اوف فيمر لو نكمل كده ادي الفيمر تمثل الثاي بون عظمه الفخذ عظميه واحده بس. طيب من ورا هنا هوت اد باك الايسيكيام بون الايسيكيام اي بون اللي هنا الايسيكيام بون الاكستنشن بتاع الايليوم ممثل بوستيريورلي ايسيكيام وانتيريورلي بيسموه ايه بيوبيك بون. تمام كده؟ طيب نكمل كده مع بعض نشوف يا شباب البونز اوف ذا لور لم البونز اوف ذا لور لم ادي البونز اهي بقى ايه اللور لم يعني ايه لور لم نبتدي بقى خلصنا بالفك نبتدي الليج بتاعتنا الليج مش اسم كده في مسليدنج مضلل لكن في الحقيقه من اول وسطنا من اول الهيد اوف فيمر دي بون واحده الحته دي بس اللي هي لونها ريد اسمها ثاي بون او الفيمر تمام كده الفيمر يبقى الثاي بون يبقى اول حاجه منطقه الثاي وبعد كده تحت الركبه اسمها الليج طب فوق الركبه ثاي يبقى فوق الركبه ثاي تحت الركبه ليج تمام كده طيب المكان اللي بنلبس فيه الشوز بتاعتنا بيسموه ايه فوت بون فوت بون يبقى ثلاث حاجات اللور لمب ثلاث حاجات منطقه الثاي منطقه الليج ثاي وليج وايه فوت ثاي وليج وفوت الثاي اهي فوق كام بون بنيه واحده بس البون دي اسمها فيمر والبون دي اسمها فيمر الهيد الهيد اوف فيمر شبكه مع الاستيبولم فين في المكان الكافيتي اللي صنعوا البلفيك جيردل صح كده طيب اللور بارت اللور بارت من الفيمر ارتكوليت مع الليج بونز مع الليج اي بونز فين الليج بونز اهي دي ودي تو بونز يا اولاد ارتكليت مع التو بونز وبالاخص ارتكليت اكتر مع التيبيا اللي هي الثيك بون اللي هي ثيك بون نشوفها في السلايد اللي بعدين بصوا يا شباب معايا دي الفيمر خلاص عرفناها طيب تعالوا بينا هنا الليج بقى الليج بيتكون كام بونز تو بونز تو بونز فين التو بونز اهم ادي واحد واقف قصادنا او بيلف قصادنا التو بونز اللي جوه اللي هم لونهم ريد دول اللي جوه اللي جوه اسمهم تيبيا يبقى عنده تو انر تيبيا تيبيا وتيبيا انا واقف كده من ما بين رجلي الاثنين تيبيا وتيبيا ما بين الليج والليج تيبيا وتيبيا طب بره ثين بون اسمها فيبيولا فيبيولا يبقى اوتر فيبيولا وانر تيبيا انر اي تيبيا اوتر اوتر اي اوتر فيبيولا وانر تيبيا نشوفهم مع بعض يبقى ادي المنطقه دي منطقه الليج منطقه ايه الليج الحته دي اسمها ليج احنا قلنا تحت الركبه اسمها ليج طيب ما بين البون بتاعت الفيمر الحته دي بقى الدايره دي اسمها ايه باتيلا دي صابونه الرجل بيسموها احيانا بالبلدي باتيلا باتيلا تلاقيها موفبل شويه ما بين ايدينا طيب باتيلا ودي على فكره بتعمل لنا بروتكشن وقت النيلينج وقت ما اركع وقت البروستريشن يعني كده اسجد بلاقي ايديا الباتيلا بتعمل بروتكشن لمنطقه ايه الني جوينت الني اي جوينت دي فايده الباتيلا طب الباتيلا دي ارتكوليشن مكان اللي فيه ارتكوليشن بون وسمول وراوند سمول اي وراوند يعني كده سمول وراوند بون موجوده ان فرونت اوف ني جوينت تتصل بالبون اللي فوقيها اللي هي الفيمر وتتصل بالتو بونز اللي تحتها اللي هم التيبيا والفيبولا عن طريق طبعا تندونز عن طريق سوري عن طريق ليجمنتس عن طريق ايه ليجمنتس طيب نكمل كده مع بعض نشوف
الباتيلا. بص يا ولاد، طبعا دي بتمثل الانيميشن كله، دي بتمثل الانيميشن كله، انيميشن بتاعت ايه؟ الفيمر بون، والارتكوليشن بتاع الني، وادي الباتيلا اهي، وادي ايه؟ وادي بون مع بون دايما بتشبك بلاجمنت، وبون مع بون تشبك ايه؟ بلاجمنت. يعني كده انتيريورلي او يعني اب وداون، اب وورز وداون وورز. واضح طبعا التيبيا ثيك وليها تو بروسيس عشان تعمل ارتكوليت مع تو بروسيس بتوع مين؟ بتوع الفيمر. الفيمر كده هو ليها تو بروسيس داون وورز بيلتحموا او ارتكوليت مع تو بروسيس من التيبيا اللي هي وايدر او ثيكر بون موجوده في منطقه الليج. اللي بره دي فيبيولا، من بره من الاوتر ريجن اسمها فيبيولا بون، رفيعه ثن موجوده على الايه؟ على الاذر سايد تو اوتر اوف اور بادي. دي المنظر العام. تعالوا بينا نشوف مع بعض. ادي المنظر اهو، ادي فيمر هيد، ادي الفيمر، وادي الفيمر هيد الضخمه دي، في الحقيقه مش حته واحده، بتبقوا حتتين. وهنا هو ادي منطقه التيبيا، معظم الارتكوليشن ده الهيد اوف فيمر، بلاش نقول هيد اوف فيمر، اللور بارت اوف فيمر مع مين؟ مع التيبيا، مع التيبيا بتعمل ارتكوليشن، بتعمل ارتكوليشن. طبعا ما بين بون وبون في ساينوفيال فلويد وفي كارتليج عشان البروتكشن، ايزي ايه؟ ايزي ارتكوليشن. قصد التو بونز دول الفيمر والباتيلا في اللي هي الباتيلا. الباتيلا ادي شبكه هنا اهوت، طبعا شبكه المصل فوق يبقى ده تندون، الحاله دي تندون وده كده تندون، لكن في لجمنت كمان يشبك البون مع البون، البون مع البون، يبقى بون مع بون لجمنت، وبون مع مصل اسمه تندون، اسمه ايه؟ تندون. طيب نكمل كده، عشان كده سماه باتيلا تندون، باتيلا ايه؟ تندون. ليه؟ شبكه هنا اهوت بالمصل اللي هنا الحته دي كده، في مصل زي المصل اللي فوق دي بالظبط. تعالوا نشوف حاجه مهمه قوي ما شفناهاش قبل كده، الكروشيت ليجمنتس. كروشيت ليجمنتس، ايه كروشيت ليجمنتس دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن الرباط الصليبي اللي لعيبه الكوره كتير قوي، او اي حد مش ضروري يكون لعيب كوره يعني، يقع الوقعه زي كده اهوت، نلقى في ليجمنتس حصل ليها تيرنج، كان كده ورن اوت، تيرنج مزقت. طيب بصوا كده معايا، فين بقى الكروشيت ليجمنتس دي؟ ما بين اللي فوق البون اللي فوق دي اللي هي تعتبر الفيمر، صح كده؟ الفيمر. وهنا ادي مكان الكارتليج، وادي مكان كارتليج تاني، ما بين التو كارتليج بتوع الفيمر اند والتيبيا اند في كروشيت، علامه كروس كده، كروشيت ليجمنتس، ليجمنتس وليجمنتس. تمام كده؟ وقت ما يكون في يعني في ايرور في الوقعه بتاعتنا لا قدر الله، بيحصل تيرنج للكروشيت ليجمنتس، ممكن الاثنين، ممكن واحد فيهم. تمام كده؟ كروشيت ايه؟ ليجمنتس، هو ده اللي حصل. تعالوا بينا يا اولاد ناخد ايه؟ ناخد الفوت بونز. اخذنا قبل كده اول منطقه الثاي، بعد كده الليج، ما بين الثاي والليج في الني جوينت، وقدامها الباتيلا بون. باتيلا بون كده، يبقى خدنا الثاي والباتيلا، وبعد كده ايه؟ التيبيا والفيبيولا اللي يمثلوا اللج. يبقى رابع حاجه هناخد الفوت بونز اللي هو مكان الشوز. بص بقى مكان الشوز بتاعنا، مكان الشوز اهو، صح كده؟ لو انا عملت كده خدت المنظر ده كده نقلته هنا اهو، بص يا شباب معايا، ها نلقى الجزء الملون ده الجميل ده عباره عن 7 بونز بالوان مختلفه، اكبرهم لونه ايه؟ اورنج او جولدن اورنج كده، اكبر واحد تمثل الهيل، كعب رجلينا. الهيل ده فور ايه؟ سبورت وستاندنج، اقف عليه، احمل عليه. تمام كده؟ سبورت وستاندنج. طيب بقيه السفن اللي هم 6 بونز الملونين دول، ريجولار ان شيب وسمولر ان سايز عن الهيل، بيعملوا ايه؟ ده فور بالانسنج، فور ايه؟ بالانسنج، عشان ما اقعش، فور موفمنت. طيب تعالوا بينا نشوف الانيميشن، ده اسمه ايه المنطقه دي؟ اسمها الانكل، المنطقه دي اسمها الانكل. يبقى اول حاجه الانكل. طيب لو بصينا كده مع بعض، دي المنطقه الملونه دي الانكل بس، نشوف كده انكل 7 بونز اكبرهم الهيل اللي هي لونها جولدن. تمام كده؟ والباقي 6 بونز. طيب ده الانكل. تاني جزء
هو عبارة عن حاجة اسمها ميتا تارسلز. ميتا تارسلز، طب هل في تارسلز؟ اه، الانكل ده، منطقة الانكل دي كلهم على بعض السيفن دول اسمهم تارسلز. تارسلز، طيب، والفايف بونز اللي لونهم جرين في الحتة دي اسمهم ايه؟ اسمهم ميتا تارسلز. ميتا تارسلز يمثلوا الفوت. يمثلوا ايه الفوت؟ يبقى الفوت بيتكون من فايف الونجيتد ريكتانجولار بونز اسمهم ميتا تارسلز. طب مين هم التارسلز؟ مكان السيفن بونز بالظبط، منطقه السيفن بونز اللي هي بتوع الانكل. يبقى الانكل بيتكون من سيفن بونز اسمهم تارسلز، الفوت بيتكون من فايف بونز اسمهم ايه؟ ميتا تارسلز. ميتا تارسلز الونجيتد وطوال حبتين، ده طبعا فور موفمنت بيساعدونا كتير، ده مش في رجلينا يعني. تعالوا بينا نكمل اخر بارت. بيمتد من الميتا تارسلز جروب من سمول بونز ان جروبس اسمهم ايه؟ فالنجز. فالنجز، الفالنجز دي هي عباره عن التوز بتاعت ايه؟ بتاعت كل فوت، اسمها توز. التوز بتاعتنا بتكون فالنجز زي اصابع ايدك اسمها فينجرز، لكن في الليج بتاعتك او في الرجل بتاعتك اسمها توز. التوز دي عددهم 5 توز، 5 ديجيتس، 5 اي ديجيتس. طيب الديجيتس دي بتتكون من ايه؟ من عقل صغيره اسمها فالنجز. الفالنجز دي عددها كام؟ عددها 14، التوتال 14. بيتقسموا ازاي؟ دول 4 تايم 3، عقله 2 3، عقله 2 3، كل واحده فيهم 3 فالنجز تايم 4 ايكوال 12 بلس 2 في الفيرست فينجر، في الفيرست 2 تحت في رجلك، يبقى 2 بلس 12 ايكوال 14، ايكوال كام؟ 14. تمام كده؟ اسمهم توز، وكل بون منهم اسمها فالنج. فالنج، اوكي؟ طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض. الفوت بون اهي مره كمان اللي هي التارسلز، تارسلز دول السفن الملونين، اكبرهم مين؟ الجولدن يلو. طيب نكمل كده. عددهم كام التوتال؟ الحته اللي مكان الشوز دي 26، جم منين 26؟ جم من هنا. الانكل اللي هو التارسلز يكون من 7 بونز، والميتال تارسلز 5 بونز، وبعد كده الفالنجز 14، يبقى 14 بلس 5 19 بلس 7 ايكوال 26 بونز. 26 ايه بونز؟ نفس السلايد دي خدناها قبل كده في الابر لم، بس خدناها على مين؟ على الهاند. على الهاند. وعدد البونز 27، تفرق واحده. ليه 27؟ الزياده دي جت منين؟ جت من منطقه الريست. الريست كام بون يا اولاد؟ الريست بتاعنا ها 8 بونز ان 2 روز. 8 بونز ان 2 روز، لكن من ناحيه الانكل 7 بس. يبقى الفرق بونيه واحده موجوده في منطقه ايه؟ الريست زياده، اوكي؟ لكن هنا في الفوت اقل. طيب نكمل يا شباب كده مع بعض، قربنا نخلص. بونز اوف ذا لور لمب، اللور لمب كله بقى. ادي اللور لمب اهو، البونز بتاعته ايه؟ عددها كام؟ 30. عددها 30. الثاي 1 بون اسمها فيمر. الباتيلا 1 بون اللي هي قصد الني جوينت راوند وسمول. والليج 2 بونز، تيبيا انر تيبيا واوتر فيبولا. انر تيبيا واوتر فيبولا دي الليج. بلس مين الفوت اللي لسه واخدينها 26، يبقى 26 بلس 2 بلس 1 بلس 1 يطلع ايه؟ 30 بونز. 30 ايه بونز؟ طب الابر لامب برضه 30 بونز. برضه 30 بونز، واضحه يا اولاد؟ برضه ايه؟ 30 بونز. اتفقنا يا شباب؟ نكمل كده مع بعض. الشكل اهو، منطقه البلفيك جاردل دي الهب بون، منطقه وسطنا البلفس او البلفيك جاردل، واسمها باللاتين الهب بون دي اسمها ايليوم، صح كده؟ طيب الجوينت الموجوده اللي هي هب جوينت او البلفيك جوينت او السيبيولم كافيتي، السيبيولم كافيتي. ادي الفيمر ده اللور لمب، بدايتك هنا كايكويجن هنا الحته دي كده بدايتك، ماليش علاقه باللي فوق مش عاوزه. انا عاوز دلوقتي اللور لمب. فيمر ادي 1 بون، الباتيلا 1 بون، الفيبيولا اوتر والتيبيا انر ادي 2، خلاص كده دول مع بعض 2. يتبقى لك التارسلز اللي هو 7 والميتا تارسلز 5، ويجي لك بعد كده الفالنجز كام؟ 14. لو جمعت كل الارقام دي 1 بلس 1 بلس 2 بلس 7 بلس 5 بلس 14 يطلع 30 بونز. 30 بونز، اوكي؟ لكل ايه؟ لكل لور ليفل. اشكركم يا اولاد، اتمنى لكم كل خير.